يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هو ده الكلام. فاحنا بنقول احنا مصريين، احنا ان شاء الله المستقبل بتاعنا باذن الله مصر واهبه الحضاره واهبه الانسانيه واهبه التقدم، بس بالفعل وبالعمل وليس بالكلام. لا، لازم نكون عمل فعلا على واقع الارض. نقول احنا مصريين، يبقى احنا المصريين على واقع الارض بمشاريعنا بتقدمنا بتهمنا بعدم ترددنا الاشاعات بعدم دخولنا محلات دائمه لا ولا نتائج غير نتائج سلبيه وليس تقدم نتائج قويه. انا مبسوط جدا ان النهارده في الوقت الشباب الصغير دوت الصاعد الواعد المشروع القوي